يا ربي باسمك ببتدي وبسبحك فعلاك وقصدت بابك ونام الحساب لرضاك. العاطي انت ولا عاطي يا ربي سواك، ناديت لك يا ربي العرش خد بيدي واكرمني لاجل الحبيب النبي واملى بالحلال ايدي، انا عبدك اللي شرفني انك تكون سيدي. يا ربي لاجل الحبيب النبي وبحق شهر الصوم تدوم علينا المحبة والنعايم دوم، ده شهر من أوله لحد آخر يوم مليان هدايا ونعم يا عاصي صح النوم. أبويا قال لي ووصاني عالصلاة والصوم ويزكي دايما عن مالك يكتر ويدوم، أبويا قال لي ووصاني عالصلاة والصوم ويزكي دايما عن مالك يكتر ويدوم، أبويا قال لي ما تبخلش اهدى البخل حرام، شيخ صالح شرفتنا يا شيخ صالح. كل سنه وحضرتك بالصحه والسلامه. طبعا مساء الخير واهلا بكل الساده المشاهدين اللي انضموا الينا من خلال شاشه الثانيه وبرنامج مصر جميله. كان معانا الشيخ صالح البلبيسي والنهارده حلقه جديده بتبدا مع حضراتكم، وان شاء الله يا رب تنول اعجاب ورضا كل الساده المشاهدين. طبعا احسن حاجه نقولها في اليومين دول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. امين يا رب. أمين. النهارده معانا حلقه فيها نجوم جمال جدا، معانا النجمه نرمين كمال اللي هتشرفنا دلوقتي. طبعا ليها باع طويل في مجال الفن واعمال كثيره سواء في المسرح او في المسلسلات والافلام، هنتكلم معاها اكتر عن مسيرتها وعن اللي جاي ان شاء الله في لا اكيد. والمفروض كمان يبقى معانا الفنانه حنان سليمان، احنا في انتظارها، لو ما جاتش يبقى غصب عنها ما قدرتش تنضم الينا النهارده في حلقتنا ومصر جميله. والحقيقه الاستاذه نرمين كمال من الفنانات اللي عندها قدره على اختيار، ما بتشتركش في اي عمل، ما بتقدمش اي حاجه، ادوارها مميزه جدا، بتسيب بصمه وعلامه، واحسن ما بيميزها حسن الاختيار. فطبعا هنبدا معاها مشوارها الفني، نشوف البدايات كانت ايه ونكمل معاها مسيره الاعمال لغايه اللحظه اللي احنا مع حضراتكم. وطوال الحلقه طبعا هيكون معانا الشيخ صالح بالاناشيد الجميله اللي وصوته الجميل هنسمعه النهارده طول الحلقه ان شاء الله. نروح لفاصل؟ يلا على طول. على طول.